بجرأة منقطعة النظير خلعت الطبيبة أمير العسول سترتها وهرعت لإنقاذ جريح أصابه قناص إسرائيلي بساحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس. سبحان الله، ربنا نزع الخوف من قلبي. إذا بحس إنه في حدا محتاج أي مساعدة، مش راح أفكر في ثانية في نفسي، راح أفكر في إني أنا أنقذ الناس. القناصة اللي قنصت الشاب اللي كان تحت، وقنصت إنه وجهت مباشر مباشر، مش كواد كابتر، هذا قنص مباشر اتجاه مبارك واتجاه المجمع ناصر. المشهد الخطير تداوله نشطاء على نطاق واسع، ما بين إشادة بشجاعة الطبيبة وما بين اعتباره مجازفة بالغة الخطورة. فمؤخرا عشرات الغزيين قتلوا برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي. عند الحجة وأخويا وعنده حوالي 50 نازح أو 70 نازح موجودين في البيت الثاني اللي يخش علينا. البعض تم توثيق مقتله بالصوت والصورة، مثل رمزي أبو سحلول الذي قتل فور انتهائه من مقابلة تلفزيونية في طريقه لمركز إيواء جنوبا. مدينتا غزة وخان يونس تحولتا إلى ساحات مفتوحة للقتل الصامت، إما ببنادق القنص أو بطائرات الكواد كابتر التي تقتل بالدقة ذاتها. أي شخص يخرج من المستشفى ناصر يتم استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات من قبل قناصة الاحتلال. يحاول المواطنون التحايل على مهارة القناصين المحترفين بطرقهم البدائية، فهنا يسحبون أوعية من مرمى النار بحبل، وقد يضطرون أحيانا لاستخدام الطريقة ذاتها لإبعاد الجرحى.